في بداية كل فصل دراسي يتم افتتاح معرض الياسر للكتب. هذا المعرض يأتي من أجل دعم فئة الطلبة المحتاجين من أجل توفير الكتب والمستلزمات القرطاسية لهم. يقوم مجلس الطلبة مشكورا على توفير مثل هذه الأمور وإدارة المعرض بشكل أو بآخر بالتعاون مع إدارة الجامعة. طبعا الهدف الرئيسي زي ما حكينا إنه توفير الكتب بأسعار مقبولة لجميع الطلبة في الجامعة. نشكر طلبتنا ونرحب فيهم في بداية الفصل الدراسي الثاني. طبعا احنا في مجلس طلاب حركة الشباب الطلابي في بداية كل فصل دراسي بنكون بعمل معرض الياسر للكتب الجامعية بنسبة خصم 80% لهذا الفصل. الهدف من هذا المعرض هو انه كل الطلبة يستفيدوا من المعرض هذا من الخصم تاعه، لانه بتعرف الظروف الاقتصادية والمعيشية اللي بمر فيها شعبنا الفلسطيني. تقريبا بتكون نسبة الطلاب اللي بيستفيدوا من المعرض بالعادة 80-90% من الطلاب طلاب الجامعة، كون المعرض في منتصف الجامعة وقريب على كل الطلاب. احنا في مجلس طلاب حركة الشباب الطلابي يعني اصرينا انه احنا نضلنا قريب من الطلاب، سواء من خلال تقديم لهم كتب الجامعية أو الكتب والروايات العادية، حفلات تخرج، حفلات متفوقين، نشاطات ترفيهية، نشاطات توعوية. يعني وإحنا بنعاهد الطلبة إنه إحنا نضلنا قريبين منهم وإحنا نضلنا نشد على أيديهم. نتمنى لهم النجاح والتوفيق إن شاء الله بداية هذا الفصل.